بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اظبط الفيلات، وعندي الفيلات كتيرة، عمارة كاملة مش مجرد بس كام واحدة كده، ففي اداة لذيذة وسهلة جدا اللي هي اداة اكستنشنز. دي اغلبها انشائي، اقول له هنا موديلنج جريد جنريتور، بيقول لي انت عايز دور، اسم الدور يبقى اسمه ايه والليفيشن ايه. اقول له مثلا انا عايز الدور الرابع فلور، ده عايزه يبقى مثلا 9 متر. عايز الدور الخامس يبقى 12 متر. طب ما كده الدور الخامس اكتر من الروف، خلاص نعلي الروف 15,000. تمام. ممكن تحط ادوار فوق، ممكن تحط ادوار تحت، يعني ممكن تعمل مثلا بيزمنت، اقوله مثلا ده سالب 4 متر. تمام. اقوله ايه اوكي. وهنا ممكن احدد الفاميلي، شكل الجريد دي نفسه ممكن اغيره من هنا، اقوله اوكي. هو هيبدأ بقى يعمل لي الجريد ويظبطها. دي بقى طريقة أسرع ومفيهاش لخبطة. تمام. تعال نشوف كده عملها ولا لأ. أول دور ربع 9 متر، الخمسة 12 متر، الروب بقى 15 متر، البيزمنت سالب 4. طيب لو عايزين نعمل الجريد يبقى هاجي هنا من الموديلنج، أقول له جريد جنريتور، أدخل هنا في الجريد، أقول له مثلا أنا عايز مثلا بين أول الجريد والتاني 4,000، عايز كم مرة؟ عايزه مثلا 6، عايز بعد كده تبقى 5,000، عايز كم مرة؟ قول مثلا 3. وهنا خليها ABC، أقول له أنا عايز هنا 6,000 مثلا، كم مرة؟ 5 مثلا، هنا 5,000، هنا 4. طبعا دي ارقام مش حقيقيه، مجرد بس ارقام افتراضيه. واقول له زر الجريد كمان في 3D، واقول له اوكي. هتلاقيه اوتوماتيك بدأ يعمل لي الجريد بشكل جميل دوت. ادخل في 3D الاقي الجريد موجود زي ما احنا شايفين.